السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي أميد رباني، أستاذ خط نستعليق الفارسي من جمعية الخطاطين الإيرانيين. موضوع درس جديد كلمات إيا كان أبدو. هذا جملة جميل أشرح لكم حاليا وتستفيد إن شاء الله، وبالتوفيق. حياكم الله والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. هذا مشق جديد إياك أنا أبدو وأشرح لكم حاليا. أولا ألف نفس الزمان مع الزاوية 63.5 هذا شكل، ويا يا لازم نهاية شوي مايل، يعني هذا خط عمود نهاية شوي ميل إلى يمين، وهذا شكل داخل لازم عرض الداخل نص نقطة، وارتفاع هذا على السطر لازم 4 نقاط، كاف أطول شوي تقريبا 5 نقاط، 4.5 في المجموع، و اطباء عرض 3 نقاط هذا شكل في المجموع قريب 5 نقاط. مجددا الف هذا شكل و با مسطح و صغير هذا 3 نقاط. و اما نعبدو، نعبدو هذا في دروس سابق موجود في قنات، و نعبدو اولا لازم هذا نقط و شوی تحت العین لازم هذا شکل، یعنی اولا هذا بعد شوی نزول الحین نفس زاویه 63 نفس زاویه، اولا صعود و یسار یمین هذا شکل عرض لهذا النقط شوية فاصلة مع الخاصة. حركة تاني من هذا ارفع تحت الغصب جهز للمد هذا شكل، ومد لازم هذا حرك ورا وليس صحيح لازم صابت وطال نهاية لازم نص نقطة فوق البداية وارتفاع نقطتين. مجددا هذا عين اول يسار مع القوس يمين له النزول و هذا شكل، وللمات من هذا قسم لازم 7-9 نقاط، و في نهاية هذا دال هذا ایا که نعبد. مهم هذا این و اتصال على المد. مجددا من هذا حرک الى نهاية هذا ليس صحيح، يعني كسر لازم دقة اكتر للمدات اي طريق هذا شكل، لازم ورق ثابت هذا مش ثابت بعدين هي كسر هذا حرك لازم تب هذا خلي هنا، يعني هذا ثابت بعدين ما في حركة الماد أحلى أي طريق شوفوا هذا شكل للماد
ما في مشكلة. و إلى الأقوى هذا الشكل. هذا أوب نقطة، نقطة ونصف، هذا قسم نقطتين، هذا ونص نقطة نزول هذا القسم. شكرا جزيلا للمشاهدة الفيديوهات، بالتوفيق، حياكم الله.